الشوط القادم. شكرا للزميل فواز بن سعيدان العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا الكرام، أحبتي في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. إذن على بركة الله تعلن انطلاقة الشوط 18 والمخصص للإبكار الحدائق. إذن متابعينا الكرام، تقدم وأسير للصدارة، أسير للمقدمة هنا مع الشامخة مطر بن عتيق بن مطر القبيسي مع الصدارة المركز الثاني. من وصل على ثاني المراكز تصل هنا شبة عبد العزيز، شبة مع عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الكتبي مع المركز الثاني. المركز الثالث، من وصلت على ثالث الأسماء تصل هنا متابعينا الكرام نوف عوضة بن راشد بن علي البريص المري مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز تصل هنا الجزيرة عبد الهادي بن هديب بن سالم الجربوعي المري مع المركز الرابع. المركز الخامس تصل هنا، تصل متابعينا الكرام، تصل الزاجلية حميد بن حمد بن محمد بن عصيان المنصوري مع المركز الخامس. أعود للصدارة للمقدمة هنالك الصدارة والمقدمة هناك مع الشامخة، الشامخة مع الصدارة مطر بن عتيق بن مطر القبيسي مع المركز الأول. المركز الثاني تصل شبة عبد العزيز بن سيف بن علي بن سوالم الكتبي مع المركز الثاني. المركز الثالث، أول نداء تصل المنصورة مع فرج بن جخير بن فرج بن حترش الرزق يتقدم مع المركز الثالث، لكن التسلل والتقدم من نوف عوضة بن راشد بن علي البريص المري مع المركز الثالث. المركز الخامس متابعينا الكرام تصل على المركز الخامس متابعينا الكرام هنا، تصل هنا الشاهينية عيضة بن سالم بن عيضة العامري مع المركز الرابع، ولكن التسلل التقدم من الظبي هادي بن راشد بن علي البريص المري. لكن أعود للصدارة للمقدمة. إذن متابعينا الكرام، الكيل الأخير، الكيل الخطير، الكيل الكبير، الصدارة المقدمة مع شبة عبد العزيز بن سيف بن علي بن سوالم الكتبي. وصل على المركز الثاني، وصلت نوف عوضة بن راشد بن علي البراس المري. ومن وصلت هنا يا با يا الظبي يا الظبي، هادي بن راشد بن علي البراس المري. لكن عادت نوف مع عوضة بن راشد بن علي البريص المري مع الصدارة مع المقدمة. راحت نوف، وصلت هنا، وصلت الشاهينية عيضة بن علي بن سالم بن عيضة العامري مع المركز الثاني. لكن راحت نوف بالسلامات بالناموس مع عوضة بن راشد بن علي البريص المري. السلام يا نوف، سلام يا على عوضة بن راشد البريص المري، سلام. تهانينا والناموس على هذا الفوز الكبير المستحق. ها هي لحظة وصول نوف إلى خط النهاية بعد الفوز الناموس. تهانينا والف مبروك المركز الثاني. تصل هنا الشاهينية عيضة بن علي بن سالم بن عيضة العامري المركز الثالث. تصل هنا على ثالث المراكز الدوحة جاسم بن علي بن عبد الرحمن الجميل التميمي المركز الرابع.
المركز الرابع تصل الضبي مع هادي بن راشد بن علي براس المري. المركز الخامس المركز الخامس تصل هنا فزعة مع سعيد بن غصاب مصبح. راعي الطيلة العامري مع المركز الخامس. إذن متابعينا الكرام تهانينا والناموس لسيد عوضة بن راشد بن علي إبراس المري على فوز نوف بالشوط 18 التوقيت الزمني. نعود للتوقيت الزمني لنوف. التوقيت الزمني 5:51 خمسة أجزون أو 9 أجزون من الثاني. المركز الثاني المركز الثاني تصل هنا متابع الكرام شانية عيضة بن علي بن سالم بن عيضة العامري بتوقيت زمني 5:53:09 من الثاني. المركز الثالث المركز الثالث هنا الدوحة مع جاسم بن علي عبد الرحمن الجميل التميمي بتوقيت زمني 5:54:05 خمسة أجزون من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله.